برية من ليبيا لكل الأحرار. أجلت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات الخاصة في جلستها اليوم محاكمة 23 متهما من رموز ومسؤولي النظام السابق إلى 27 من شهر أبريل الجاري. ويواجه سيف الإسلام وسعد القذافي إلى جانب أكثر من 30 شخصا آخرين من المسؤولين في النظام السابق اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب. سيف الإسلام والسعدي نجلة معمر القذافي أبرز الشخصيات التي تمثل أمام القضاء، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في عهد القذافي والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي. سيف الإسلام الذي يقبع في سجنه بمدينة زنتان يواجه عددا من التهم، أبرزها تهمة الخيانة العظمى والتآمر على الشعب، ومن المتوقع أن يظهر عبر الفيديو داخل قاعة المحكمة في جلسات قادمة بعد أن أقر المؤتمر الوطني العام في المدة الماضية تعديل المادة 243 في قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة فقرة ثالثة تنص على أنه في حالة الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخشى فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة. أما السعدي القذافي الذي استلمته الحكومة المؤقتة من النيجر في بداية مارس الماضي، فمثوله أمام المحكمة يعتمد على ما إذا كان المحققون قد انتهوا من جمع الأدلة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السعدي متهم بشكل مباشر في قضية مقتل لاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني وفي عدد من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات وعبد العاطي العبيدي وزير الخارجية في عهد القذافي وعدد من المسؤولين الآخرين الجاري محاكمتهم باتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب، فيما تشعر المحكمة الجنائية الدولية وعدد من منظمات حقوق الإنسان بالقلق من نزاهة العدالة في البلاد، على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات في النظام السابق بدلا من المحكمة الجنائية الدولية. من جانبها أكدت حنان صالح الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش أنه إن لم يحصل المتهمون على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقالية، وأضافت أنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني، حيث أن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محامون من البداية، وهو ركن أساسي لإجراء محاكمة عادلة. بين شكوك منظمات حقوق الإنسان وقدرة القضاء في إثبات نزاهته وعدالته، يبقى من وقع عليه ظلم هؤلاء في انتظار محاكمة جلده. عبد الوهاب مليطان، ليبيا لكل الأحرار. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية المتحدث باسم النائب العام السيد الصديق السور. سيد السور، أهلا بك معنا في التاسعة من ليبيا لكل الأحرار. سيد السور إذا كنت تسمعني. أهلا وسهلا بك، وللتصحيح لست متحدثا باسم مكتب النائب العام وإنما رئيس لقسم التحقيقات في مكتب النائب العام. نعتذر عن هذا الخطأ. طيب سيد السور، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها محاكمة رموز النظام السابق وربما الأسباب غير معلنة، يعني متى سنشهد نطقا بالحكم في إحدى الجلسات حيال قضية من هذه القضايا أو الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الرموز؟ لست أدري ماذا تقصد بأسباب غير معلنة، لأننا نحن حريصين على إعلام الشعب الليبي بما الصعوبات التي تواجه هذه المحاكمات. هي الجلسة الثانية لبدء المحاكمات، القضية لم تبدأ بالمحاكمة وإنما بدأت بالتحقيقات، وعندما استوفت النيابة العامة أو مكتب النائب العام التحقيق في هذه القضية التي استمر فيها التحقيق حوالي 22 شهرا قدمت إلى غرفة الاتهام، وواجهت النيابة العامة صعوبة عملية في جلب المتهمين إلى مكان الجلسة أو مكان انعقاد الجلسة لأسباب يعلمها الجميع. وقد قدم مكتب النائب العام مقترح أو مذكرة إضاحية وتفسيرية إلى المؤتمر الوطني
بشأن تعديل المادة 241 وإجراء محاكمات عبر الدائرة المغلقة وإضافة فقرة وإجراء محاكمات يعني سنتحدث عن هذا الموضوع. طيب سيد السور يعني سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. هذا الأمر سنتحدث عن هذا الموضوع ولكن نعم. دعنا في سياق جلسة اليوم. يعني كان من المتوقع اليوم مثول السعد القذافي أمام المحكمة بتهمة القتل العمد لمدرب نادي الاتحاد الليبي الراحل بشير الرياني، وهي أولى التهم التي يواجهها السعدي أمام المحكمة لأنها مستوفية لقرار الاتهام وأدلة الإثبات حولها. ما سبب التأجيل؟ لم نعلن على الإطلاق لأي قناة إعلامية أن جلسات المحاكمة ستبدأ مع السعدي القذافي هذا اليوم. مؤتمر صحفي كان من 15 يوما أن القضية قد استوفيت التحقيقات فيها وأنها في طور إعداد قرار الاتهام وأدلة الإثبات، وستعرض على السيد النائب العام للاعتماد ومن ثم إحالتها إلى غرفة الاتهام. نحن اليوم المحاكمة اليوم بخصوص القضية 630 المتهم فيها سيف الإسلام وعبد الله السنوسي وآخرون. أما السعدي القذافي ستقدم قضية له أو اثنتين خلال الأيام القريبة القادمة إلى غرفة الاتهام بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية. طيب. أو جنوب طرابلس الابتدائية. طيب. سيد السور، يعني تحدثتم في وقت سابق يعني عن إمكانية محاكمة هؤلاء الرموز عبر الدائرة المغلقة، أي التواصل ما بين هيئة المحكمة والسجناء في مقر تواجدهم حتى يفهم المشاهد. يعني لماذا لم يفعل هذا الإجراء، وهل من شأن ذلك أن يسرع في عملية محاكمة هؤلاء الرموز؟ ليبدأ من حيث انتهيت أنت، بالتأكيد هو الغرض من إصدار هذا القانون هو تسريع المحاكمات، لأن إطالة أمد المحاكمة من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة العدالة ومن ثم المصالحة الوطنية ومن ثم ينعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد. نعم. فكان هذا القانون بناء على مذكرة معروضة من مكتب النائب العام، وللإيضاح أكثر لأن يبدو هناك ربما سوء فهم أو عدم فهم لدى وسائل الإعلام. الجلسة بدأت يوم 24 مارس الماضي وقرر بعد صدور القانون بيوم، ولكن لم يصل القانون إلينا في ذلك اليوم لأنه كان صادر قبل الجلسة بيوم واحد. المحكمة أجلت الدعوة لجلب المتهمين. اليوم النيابة العامة قدمت تقرير عن جهاز الشرطة القضائية ومكتب الضبط القضائي بمكتب النائب العام يبين أسباب عدم جلب المتهم الأول سيف الإسلام القذافي، وعدم جلب المتهمين من وسط إصلاح والزنتان طبعا سيف، وعدم جلب المتهمين منصور ضو وميلاد دامان وآخرون من وسط الإصلاح والتأهيل الجوية بمصرته. وطلبت النيابة تفعيل نص المادة 243 أو الفقرة الثانية التي أضيفت وفق القانون رقم 7/2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لربط القاعة المحكمة بمحكمة السناف طرابلس الكائنة بالهضبة بقاعة محكمة الزنتان ومجمع المحاكم بمصرته. وبعد المداولة استجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت التأجيل لجلسة 27 أبريل القادم، وفي هذه الجلسة سيكون بإذن الله جميع المتهمين متواجدين سواء بطريق المباشر في قاعة المحكمة بطرابلس أو عبر الدائرة المغلقة في الزنتان وفي مصرته. وقد جرى الربط مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل الزنتان وتم تجربة الربط عدة مرات وكان ناجحا بامتياز، والآن تتم عمليات الربط مع مجمع المحاكم بمصراته وسننتهي من ذلك في هذه الأيام القريبة وفي نهاية الأسبوع هذا الأسبوع. أيضا في هذه الجلسة أعلن المتهم عبد الله السنوسي عن أنه تمكن من توكيل محامي بعد زيارة ذويه إليه أو شقيقاته إليه منذ الأيام في الأيام القريبة الماضية، وقد وكل محامي، وهي مسألة من شأنها تسريع المحاكمة. فكل المتهمين الآن لديهم محامون يدافعون عنهم. وأنا أريد أن أشير إلى التقرير الوارد عن الهيومان رايتس واتش بخصوص أن عدم وجود دفاع لكثير المتهمين، هذا كلام حقيقة غير دقيق. فالمتهمين جميعا لديهم محامين وجميعهم اليوم كان أو أغلبهم اليوم حضر محاموه أو لديهم توكيل لمحامين موجودة بالأوراق. بعضهم حضر الجلسة وبعضهم ربما رأى الجلسة اليوم لن
تبدأ فيها جلسات المرافعة، لأن هنا لابد أن نفرق بين اليوم جلسات الجلسة 24 وجلسة اليوم كانت جلسة تمهيدية، لكن جلسة يوم 27 سيواجه المتهم، إذا حضر جميع المتهمين وحضر محاموهم سيواجهون بالاتهام، وستبدأ جلسات المرافعة الفعلية. وبعد بدء جلسات المرافعة لن تكون هناك أجال طويلة. وستقضي المحكمة في هذه الجريمة حسب توقعاتي خلال بضعة أشهر، ربما لا تزيد عن 3 أشهر سيصدر الحكم في هذه القضية. اتضحت صورة رئيس مكتب تحقيقات في مكتب النائب العام السيد الصديق السور، حدثنا من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية، شكرا جزيلا لك.